يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب التشكيك في إدانته الجنائية بعد أن أظهرت عدة استطلاعات للرأي أن الحكم بالإدانة قد يضر بفرصته للفوز بالانتخابات الرئاسية على حساب منافسه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. فهل سيتمكن ترامب من الحصول على تأييد عدد كاف من الناخبين في الولايات المتأرجحة لتكون حاسمة في الانتخابات؟ يرى 36% من الناخبين المستقلين أن الحكم بالإدانة سيجعلهم أقل احتمالا لدعم ترامب وفق استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس العالمية، فيما قال 9% من الجمهوريين الشيء نفسه وهو ما يعني استمرار الدعم لكن بوتيرة أقل. كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أي بي سي نيوز أن 80% من مؤيدي ترامب سيؤيدونه رغم إدانته، وأن 16% سيعيدون النظر في الأمر، فيما قال 4% إنهم سيسحبون دعمهم له. محللون يرون أن التغطية الإعلامية يمكن أن تتسبب بضرر مباشر على ترامب، مستندين بذلك إلى ما حدث مع هيلاري كلينتون ورسائلها الإلكترونية في عام 2016 التي أضرت بحملتها. فيما يرى أعضاء من الحزب الجمهوري أن صدور الحكم بالإدانة يسمح للقوى المناهضة لترامب أن تصوت لمنافسه في الانتخابات. الجمهوريون أوضحوا أن حملة بايدن تحتاج جهدا كبيرا لمحاولة تذكير الأمريكيين بما توصلت إليه هيئة المحلفين ضد ترامب، وأن هذا الأمر يخرجه من الرئاسة. محللون من الحزب ذاته يرون أن ترامب بارع إلى حد كبير، حيث يبدو في كل مرة أنه قد انتهى تزداد شعبيته ومناصره. كما أشار المحللون إلى أن الأمريكيين مهتمون أكثر في الأمور التي تؤثر في حياتهم اليومية، وهو ما سيحدد نتيجة الانتخابات المقبلة. على كل المشاهدين ننقل كل هذه النقاط إلى ضيفي من فيرجينيا، النائب الجمهوري السابق في ولاية فيرجينيا وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسن ديفيد رمضان. أهلا وسهلا بك سيد ديفيد معنا في 19. لنتحدث بداية عن المتوقع كخطوات من قبل ترامب، وماذا عن فرص استئنافه للحكم؟ هل ستثبت الإدانة؟ الإدانة ثبتت وأصبح ترامب اليوم، شكرا للاستضافة ماريا، الإدانة ثبتت وأصبح ترامب اليوم مجرم مدان من هيئة محلفين من الشعب الأمريكي في محكمة ستقوم بالحكم عليه خلال شهر أو شهرين، وعلى الأرجح سيكون حكم لعدة سنوات ولكن مع وقف التنفيذ من المرجح. السؤال، هل سيكون لذلك تأثير على الانتخابات؟ نعم، ولكن كيف؟ ما حدا بيعرف، لأنه هذه حادثة لم تحصل من قبل. فطبعا كلا الجهتين الجمهوريين والديمقراطيين سيحاولون استعمال هذه الإدانة لصالحهم الانتخابي. العقل يقول أنه الناخب الاندبندنت، الناخب الغير محيز الغير حزبي، والذي من المرجح أن يكون الناخب الذي سيكون له الحد في هذه الانتخابات لقرب البرسنتج، قرب النسبة المئوية لكلا المرشحين، من المرجح أن يكون هذا الناخب الغير حزبي سيتوقف عن التصويت لترامب بما أنه ترامب أصبح مجرم مدان. لكن مع ذلك القانون سيد ديفيد لا يمنع، إن كان المدان لا يمنع لا من الترشح أو من تولي منصب لقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي هنا الفرصة تبقى في مدى قدرته على استمالة الأصوات خاصة في الولايات المتأرجحة. نعم مظبوط، هذا لا يمنعه من الترشح، لا يمنعه من الربح، ولكن كما مثل بقى تعمل لك اليوم الاندبندنت فوتر، الناخب الوسطي الذي ليس جمهوري وليس ديمقراطي، من الصعب جدا على هذا الشخص وخاصة المرأة الأمريكية الغير محزبة أن تقوم اليوم، التي ترى دائما في رئيس الجمهورية قدوة لأولادها، من الصعب جدا أن تقوم هذه المرأة
بالتصويت لشخص أصبح مدانا من المحكمة، مع العلم أن القانون يسمح والدستور يسمح له بالترشح وباستلام الرئاسة إذا ربح. ولذلك العقل يقول أنه على الأرجح سيستفيد بايدن من هذه الإدانة، ولكن ليس هنالك من علم أو من إحصاءات سابقة، لأن هذا الأمر لم يحصل بتاريخ أمريكا. طيب سيد ديفيد، يعني كما قال هذا التقرير يصفون ترامب بالبارع، ودائما ما يحول ربما أي لغط حوله إلى استعطاف ويستميل الأصوات أكثر. هل نحن أمام هذا النوع من المفاجأة، أم أنه هذه المرة الإدانة كان وقعها أشد وبالتالي سيخسر أكثر عدد من الناخبين على الأقل الآن في استطلاعات الرأي؟ ليكي، أنا عندي دكتوراه وبحلل على الواقع وليس على يعني على الخيال. ليس بارعا دونالد ترامب، بل حالة استثنائية وحالة جنونية حصلت على ترشح الحزب الجمهوري وعلى رئاسة الجمهورية بطريقة غير تراديشنال، غير عادية. ولكن هل سيستطيع أن يستعمل هذه الإدانة لكسب أصوات جديدة؟ لا أظن ذلك. هل هذه الإدانة ستؤكد من تصميم الأشخاص اللي اوريدي المناشطين والمتابعين له، الجنونية، هذه الحالة الجنونية، هذول الأشخاص اللي يتبعونه للعمى؟ نعم، هذه الحالة، هذه الإدانة رح تزيد من جنونية متابعينه ومناصرينه، ولكن لا أظن أنه سيستطيع استعمالها، وليس بارعا، بل إنه حالة، وحالة غير عادية، وحالة جنونية، وحالة غير طبيعية. طيب سيد دافيد، لو عملنا مقارنة سريعة وبسيطة بين عهدة بايدن وبين عهدة ترامب، وما الذي يصبو إليه الناخب الأمريكي؟ هل تحقق في عهدة بايدن؟ يعني البعض يبكي على أطلال ترامب، خاصة فيما يخص بالمكتسبات الاقتصادية والمالية والعائدات على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، للأسف بوجود كورونا من الصعب جدا على الشخص أنه يحلل، الشخص العادي الناخب الغير مطلع بشكل تفصيلي على الأمور الاقتصادية، أن يحلل بطريقة هيك طبيعية وسريعة. ولكن إذا بنرجع بالذاكرة، من 4 سنين لما كان ترامب موجود كانت أمريكا بحالة سيئة جدا، مثل جميع أنحاء العالم. كنا عم نفتش على ورق كلينكس، وكنا عم نفتش على أكل، وكنا عم نفتش على بسبب وجود كورونا، وكان كل شيء مقفل. جاء بايدن وأصلحت هذه الحالة، وصار اليوم الوضع الاقتصادي نشط، والستوك ماركت بأعلى أرقامه، أرقام خيالية لم تحصل من قبل. فإذا عم نطلع على الاقتصاد بطريقة علمية، وإذا عم نطلع على نسبة البطالة أو نسبة الستوك ماركت، بنلاقي أنه اقتصاد أمريكا بأحلى حالاته. ولكن لما يكون الاقتصاد طالع بشكل قوي، بتكون الانفليشن، يعني الأسعار بالأمور العادية اللي بيستعملها كل يوم، أسعار غالية، ولذلك الزيادات بالأسعار، أسعار البيض وأسعار الأكل وأسعار البنزين، هذه اللي الشخص العادي أو الناخب الغير مطلع على الأمور الاقتصادية، اللي ما عم يطلع شو أسعار الستوك اليوم، بيقول لك لا، الوضع ليس جيد، لأنه أنا عم بدفع زيادة على البنزين، عم بدفع زيادة على الحليب. وبذلك سيقوم بالنظر بوجود بايدن. واضح. كنت معنا من فرجينيا، أمريكي أفضل اليوم مما كان. نعم، النائب الجمهوري السابق في ولاية فيرجينيا وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون ديفيد رمضان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.